الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وامتثلوا أمر ربكم القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، ها هي الصفحات تطوى وساعات العمر تنقضي. قبل أيام قليلة كنا نتكلم عن استقبال الشهر والاستعداد له، واليوم نتكلم عن ختام الشهر ووداعه. فسبحان من أجرى الأوقات والأعمار، وصدق الله حين قال عن هذا الشهر الكريم: أياماً معدودات. نتكلم اليوم عن ختام الشهر وما بقي منه، ونحن نؤمل من الجليل القدير والغفور الرحيم، نؤمل القبول والرحمة والمغفرة والتوبة والعفو والعافية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن بلغ ليلة القدر، تلكم الليلة التي هي مسك الختام وجائزة العام، ليلة ليست كسائر الليالي، فهنيئاً لمن أدركها، ويا سعد من بلغها وكتب من أهلها. أيها المؤمنون، إن مما شرعه الله عز وجل لكم في هذا الشهر الكريم وفي ختامه تحديداً التكبير، حيث قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن التكبير ليلة العيد والجهر به في كل مكان وفي كل حين، في المساجد والبيوت والأسواق والطرقات. التكبير الذي شرع تعظيما لله وشكرا له سبحانه وتعالى على تمام النعمة. ومما شرعه الله عز وجل أيضا صلاة العيد التي أخبر الله عز وجل عنها بقوله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال أهل العلم: تزكى أي أخرج زكاة الفطر، وصلى أي صلى صلاة العيد. والتكبير ليلة العيد من السنن النبوية العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها، وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يحرصون عليها. ويبدأ التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى دخول الإمام، أي إلى صعوده إلى صلاة العيد وخطبة العيد. وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يحرصون أشد الحرص على التكبير في هذا الوقت الذي بيّنه الله عز وجل لنا، وقد كانوا يتعجبون أيضاً من عدم تكبير الناس مع علمهم بفضله وشرفه. قال نافع بن جبير حينما كان يتعجب من عدم تكبير الناس فكان يقول: ألا تكبرون؟ ووقت التكبير أيضاً ينتهي بصعود الإمام وصعود الخطيب، وصفته بأن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر، ولله الحمد. ومما شرع الله عز وجل في ختام هذا الشهر من العبادات زكاة الفطر التي بيّنها الله بقوله: قد أفلح من تزكى. قال عكرمة: هو الرجل يقدم زكاته بين يدي صلاته، أي بين يدي صلاة العيد.
وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة من زكاة الفطر كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فصيام العبد لا بد أن يشوبه شيء من الخلل والخدش والنقص، فجاءت هذه الزكاة حتى يؤدي المرء عبادته على وجه الكمال والتمام. فأراد منا سبحانه وتعالى أن تكمل هذه العبادة التي هي عبادة الصيام، وشرع لنا ما يجبرها من النقص الذي يحصل فيها بأن شرع لنا زكاة الفطر. وفيها أيضا مواساة للفقير، فإنه من التكافل في هذا الدين العظيم أن لا يكون المرء غنيا شبعانا في يوم العيد وجيرانه الذين حوله جوعا. فليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر واجبة بإجماع أهل العلم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضها صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فأفضل أوقاتها هو من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، ويجوز كذلك أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والذي يجب أن يخرجها هو الرجل، ويخرجها كذلك عمن تلزمه نفقتهم كزوجته وولده، ولا يجب إخراجها عن الجنين الذي في بطن أمه، وإنما يخرجها استحباباً كما فعل ذلك الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وزكاة الفطر إنما تخرج في البلد الذي غربت شمس آخر يوم من رمضان وبدن الإنسان فيه، فإذا كان الرجل من أهل الكويت وكان في بلد آخر ليلة العيد فإنه يخرج في ذلك البلد الذي غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو فيه. والأصل أن الخادم يخرج عن نفسه إذا كان مسلما، ولو أخرجها الكافل عنه فلا حرج، بشرط أن يعلمه بذلك لتكون منه نية، إذ الزكاة عبادة لا بد أن ينويها صاحبها. ووقت إخراج زكاة الفطر لا يجوز أن يخرج عن يوم العيد، ويجوز كما ذكرنا بأن يعجلها قبل ذلك بيوم أو يومين. وإذا أخرجها الإنسان في وقتها فالحمد لله، وإذا أخرها عن وقتها سواء كان ذلك الإنسان ناسيا أو كان غير ناس فيجب أن يخرجها قضاء، لكنه لا يجوز له أن يتعمد إخراجها عن وقتها الذي شرعه الله عز وجل. ومقدار زكاة الفطر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج صاعا من طعام كما ثبت ذلك في الأحاديث الكثيرة. والطعام هو ما يكون من قوت الناس في كل زمان ومكان بحسبه، واختلف أهل العلم في تحديد الصاع النبوي على أقوال كثيرة، إلا أن المفتى به وهو الراجح أن الصاع يساوي كيلوين ونصفاً من طعام البلد، سواء كان من الرز أو كان من التمر أو كان من العدس، أو كذلك يجوز إخراجها من الحليب المجفف والمعكرونة إذا بلغت هذا القدر كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. ختم الله عز وجل لنا ولكم هذا الشهر بالخيرات، وبلغنا وإياكم البركات، ورزقنا وإخواننا قبول الطاعات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله رحمةً للعالمين ونورًا للمؤمنين، فصلوات ربي وسلامه عليه ما طلع الليل والنهار. أما بعد، فإننا عباد الله مأمورون بأن نعبد الله في حال فرحنا وحزننا، وأن نفرح الفرح المشروع ونبتعد عن المحرم الممنوع، وذلك إنما يكون بالتزام ما أمر الله به وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن العيد الحقيقي هو أن يكون العبد ممن ازداد من الله قرباً ومن معاصيه بغضاً وبعداً، فليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعاته تزيد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ومما يتأكد أيضاً في خروج الناس إلى صلاة العيد إخراج النساء والصبيان، كما جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا، أي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أمرنا أن نخرج العواتق، والعواتق هن الأبكار البالغات، والحيض للعيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى. وهذا الحرص الشديد إنما هو لإظهار عيد المسلمين، إظهار عيد المسلمين وإبرازه. فعلينا جميعاً أن نحيي هذا العيد وأن نظهره بين إخواننا وأولادنا وفي مجتمعاتنا، فهذا هو عيد المسلمين الذي شرعه الله عز وجل لنا. ومن السنن النبوية قبل الخروج إلى المصلى الأكل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل تمرات قبل أن يغدو إلى المصلى، ويأكلهن وترا، أي ثلاثاً وخمساً وسبعاً، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب العيد أيضاً الحرص على التهنئة بين المسلمين، كقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً إذا التقوا في يوم العيد يدعون لبعضهم بقولهم: أحاله الله عليكم، وهذا دعاء لهم بطول العمر. كذلك أيضاً معاشر المسلمين، يجب علينا أن نخرج إلى العيد بالتجمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس أجمل ثيابه في الخروج إلى المصلى. وينبغي للرجل أيضاً أن يحرص كذلك على الخروج متطيباً متجملاً متزيناً، فإن هذا من إظهار هذا العيد الذي أمرنا الله بإظهاره. وعلى النساء أيضاً أن يبتعدن عن الزينة، لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب في خروجهن، ويحرم عليهن مس الطيب أو التعرض للرجال بالفتنة، فإنها لم تخرج إلا لعبادة وطاعة، فلا تخرقها بفعل المعصية. ومن السنن النبوية أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق إلى صلاة العيد ويرجع من طريق أخرى، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله الحكمة في ذلك، أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر ذكر الله في الطريقين ويسلم على أهل الطريقين، إضافة إلى تكثير المواضع التي تشهد لصاحبها يوم القيامة، فإن المواضع والأرض التي يمشي عليها الإنسان تشهد لصاحبها بما عمل عليها من خير أو شر. قال الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، أي تشهد لصاحبها بما عمل عليها من خير وشر. أيها المسلمون، ودعوا شهركم بالتوبة والاستغفار وكثرة الدعاء والتكبير، وودعوا شهركم أيضاً بالاستقامة والثبات، وإياكم أن تخرقوا الطاعة بفعل المعصية، وأن تستبدلوا الحسنة بالسيئة، فعلامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وعلامة رد الحسنة السيئة بعدها. فالعاقل
ليس ذاك الذي ذاق حلاوة الإيمان فعكرها بمرارة المعصية. ولهذا كان من دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. والمراد الحور بعد الكور، أي أعوذ بك من المعصية بعد الطاعة، ومن الضلالة بعد الهدى. وهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام. فالعاقل هو الذي يثبت ويستقيم على طاعة الله عز وجل. فنسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتقبل صيامنا ودعاءنا وقيامنا وكل عمل صالح منا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وصام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المردودين. اللهم اجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وعبدك محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد بين صفوفهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم جنبهم شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الكفار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لكل خير. اللهم اجعل عيدنا عزا ونصرا وخيرا وبركة وفتحا للمسلمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا. استووا، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى،
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله
السلام عليكم ورحمة الله.